مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، شكرا لزملائي على التواصل في هذه الانطلاقات المسائية الجميلة في هذا المساء المميز الجميل في مساء يوم الحدائق هنا في أول أيام هذا المهرجان المميز الجميل، مهرجان سيدي أبو خالد الذي ينطلق على أرضية ميدان زيد لسباقات الهجن هنا في الإمارة الباسمة إمارة الشارجة. شوطنا هنا المنطلق بهذا الأداء الجميل، خامس أشواط هذه الفترة المسائية الخاص هنا بالحجايج القعدان لأبناء القبائل. هناك سيارة للفائز بالمركز الأول، جوائز نقدية قيمة للفائزين وتسعيرة هجن الرئاسة هنا. شكرا لمؤسسة هجن الرئاسة أيضا على هذه التسعيرات المتميزة. نتابع المسيرة، نتابع مقدمة هذا الشوط، هو الصدارة والمركز الأول هو مقدمة هذا الشوط مياس محمد بن سيف بن علي بن كليب الكتبي، من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني ملفت مبارك بن عوض هنا بالكيلة العامري، وعلى المركز الثالث ينطلق هنا مربك سالم بن سعيد بن سالم بن لحج الرميثي، من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، هناك من الجانب الآخر في هذه الانطلاقات الجميلة يأتي مبهر لسالم بن عبيد بن سالم بن سعيد العويسي، والوصول هو القدوم في هذه اللحظات هنا. القادم الظبي محمد بن حمد بن سالم الدرعي، من يأتينا في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحديات والإثارة. وصل مشاهدينا الكرام هنا، وصل بهذا الأداء الجميل والتحدي المميز الجميل، شعار بن عم هياتينا بهذا الأداء المميز الجميل والتحديات والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ومن الجانب الآخر هنا التحدي أيضا القادم بهذا الأداء الجميل، يأتينا في هذه اللحظات هنا مشيب الجابر بن سعيد بن خضارة المحرمي، من وصل في هذا الأداء الجميل والوصول من وضاح الحاي بن فعيل بن الحاي المزروعي، من ينطلق بالتحدي الجميل على ثامن المراكز والمركز التاسع. المركز التاسع هنا القدوم في هذه اللحظات على تاسع المراكز من زعفرانة محمد بن حارب بن غنام الهاملي، وهناك تأتينا أو زعفران محمد بن حارب بن غنام وطشار لمحمد بن سعيد بن مساعد بن خالد المنصوري. هذه هي النتائج، نعود إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. من انطلق على الصدارة انطلق على المقدمة على المركز الأول. هناك بهذا الانطلاق الجميل هناك الظبي 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 محمد بن حمد بن سالم الدرعي، من ينطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. مياس في المركز الثاني، محمد بن سيف بن علي بن راشد بن كليب الاقتبي، من يأتينا على ثاني المراكز والمركز الثالث. المركز الثالث والقادم على ثالث المراكز في هذه اللحظات هنا يتسلل طشار محمد بن مساعد بن خالد المنصوري، يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، مبهر سالم بن عبيد بن سالم بن سعيد العويسي، من ينطلق على المركز الرابع. وخامس المراكز هنا يأتي وضاح للحاي بن فعيل بن حاي المزروعي، وهناك الوصول في هذه اللحظات كذلك من مربك لسالم بن سعيد بن سالم بن لاحج الرميثي. هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة مشاهدينا الكرام، ولكن الصدارة الصدارة مع الظبي. الظبي مسيطر على زمام الأمور، مسيطر على الصدارة على المقدمة، يفتتح الكيلومتر الأخير، كيلو التحدي، كيلو الصراع، كيلو البقاء، والبقاء دائما وأبدا للأقوياء. وهنا الصدارة مع الظبي محمد بن حمد بن سالم الدرعي، مسيطر على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. يليه طشار محمد بن مساعد بن خالد المنصوري على ثاني المراكز. ما هناك أيضا انطلاق آخر على المركز الثالث. يا سلام والتحديات الجميلة مشاهدينا الكرام. زعفران هنا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. الله الله يا سلام، التحدي الأخير
الوصول من قبل غازي، غازي لسيف بن محمد بن عبد الله العرياني ووضاح للحاي بن ثعلب بن الحاي المزروعي هنا، والقدوم ايضا بهذه اللحظات القدوم من شاهين هنا لحميد بن هدوم بن سعيد العمري. يا سلام، التحديات الاخيره لمن الفوز لمن الناموس. الله 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 الله، هنا غازي ولكن بن هدوم ينطلق بهذه اللحظات الى الصداره الى الفوز الى الناموس مع شاهين على الصداره على المقدمه على المركز الاول. شاهين هنا من انطلق لحميد بن هدوم بن سعيد العمري. سلام للسلطنه، سلام على هذا الاداء المميز الجميل، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني وصل الظبي على المركز الثاني لمحمد بن حمد بن سالم الدرعي. المركز الثالث كان من نصيب غازي لسيد سيف، هنا سيف بن محمد بن عبد الله العرياني. وعلى المركز الرابع كان الانطلاق، هناك مشاهدينا الكرام من أتانا بهذه التحديات الجميلة والإثارة، هناك أيضا الهيلة على السيد راشد بن طالب بن راشد بن شريم المري من وصل رابعا وفي المركز الخامس. مشاهدينا الكرام خامس المراكز، كانت التحديات الجميلة من قبل الغزال لمبارك بن حمد بن متعب بن محمد العامري من أتانا على المركز الخامس. نعود مع بن هدوب هنا وانطلاقة شاهين إلى الفوز وإلى الناموس. ما الأعلن الفوز أعلن التحدي. السلام لأهالي بنية في سلطنة عمان على هذا الأداء المميز الجميل لحميد بن هدوب بن سعيد العامري. وتوقيت الزمني 5:55 7 من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس له على هذا الفوز المميز الجميل. بينما ثاني مراكزنا كانت التحديات الجميلة هنا من قبل الظبي، الظبي من وصل هنا لمحمد بن حمد بن سالم الدرعي بتوقيت زمني مقداره 5:56 6 من الأجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام كانت التحديات من غازي للسيد سيف بن محمد بن عبد الله العرياني، قاطع المسافة في 5:56 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين في هذا المهرجان المميز الجميل الذي ينطلق هنا في إمارة الشارقة في ميدان الزيد هنا بهذا الأداء المميز الجميل. شكرا لجميع الحضور الكرام الذين يتابعوننا ايضا بهذا الأداء الجميل، تهانينا والناموس للجميع.